ظهرت عيونها ورمة وملامحها متغير وإيديها ملفوفة بالرباط الضاغط والدموع على خدودها، ومنهار ومن تعبها مش قادرة تتكلم كلمتين على بعض، وكل اللي على لسانها مش فلتر ادعوا لي. ظهرت ليلي فؤاد بالشكل ده وفاجئت الجمهور وخضتهم عليها، خاصة ان دي بعد ترند جوازها من ثري اماراتي. فيا ترى ايه اللي حصل لها وخلى ملامحها كده؟ هل هو اللي عمل كده واللي بتأكد ان اللي حصل لها ده حقيقي مش فلتر؟ نشرت ليلي فؤاد او زي ما معروفه مؤخرا باسم او مدونة فيديو مفاجئ وصادم للجمهور على غير عادتها، وكانت متبهدله ومفيش حته سليمه في وشها وعيونها مش شايفه بيها من كتر ما هي ورمه. كانت متاثره جدا وبتعيط ومحدش يعرف في ايه ولا ايه اللي عمل فيها كده ولا مين المتسبب في ده. ليلي لما نشرت الفيديو اغلقت التعليقات، وده زاد حيره الجمهور جدا لانه ممكن حد يشوف الفيديو ويسالها وممكن ترد، او حد من المتابعين يكون عنده معلومه، لكن بالعكس ده ما حصلش. الكل كان متوقع انها تنشر فيديو تاني وهتحكي اللي حصل لها، لكن برضو ما حصلش. وكل اللي قالته: انا بعتذر عن كل الاعلانات اللي كانت جايه لي، انا مش عارف اصور بالشكل ده، حقكم عليا جدا، ده مش فلتر علشان بس ما حدش يقول انه فلتر وانا طالعه امثل. يا ريت اللي بيحبني يدعي لي دعوه حلوه، وبجد اسفه، انا نفسيتي مش كويسه ومش قادره اشتغل خالص ولا اعمل اي حاجه، واسفه على منظري ده، بس اول ما اكون كويسه وقادره اشتغل هبدا مع كل اللي بعت لي حاجه او صورها على طول. وبرضه ما قالتش تفاصيل خالص، ورغم ان تعليقات الناس كلها كانت دعوات ليها تقوم بالسلامه وبيسالوها عن التفاصيل، لكن ما كانتش بترد برضه، وده رغم انها نشرت فيديوهات تانيه بنفس شكلها ومن نفس المكان في شقتها. ليلي كل اللي عملته قالت انها نازله ورايحه المستشفى، وكانت برضه ملامحها متغيره وبنفس الشكل، وطلبت من الناس تدعي لها لان عندها نزيف في قاع العين، وده اللي مخلي عينيها ورمه ومش شايفه بيها كويس. طيب هو ايه اللي خلى ليلي تاكد ان ده مش فلتر؟ ليلي من فترة نشرت فيديوهات ليها لوحدها ومعدونة بنتها كمان على سبيل الهزار، وملامحهم متغيرة ووشهم متبهدل، وده كان فلتر. في مرة ظهرت وقالت: ربنا يكفيكوا شر واحدة تقول لك بشرتك صافية وحلوة وما فيهاش ولا حباية ومش بتحتاجي تحطي ميك اب، ادي النتيجة اهو زي ما انتوا شايفين. وفيديو تاني ليها وهي بنفس التعويرة اللي في مناخيرها، وقالت: لما تتجوزي اللي بتحبيه واهلك رافضين وامك تتصل بيكي. حتى بنتها كمان عملت لها فيديو ده وقالت لها: لما بنتك تجيب ملحق انجليزي. علشان كده اكدت ان ملامحها المتغيره دي حقيقيه مش فلتر، وفضلت تحط ايديها على وشها علشان لو فلتر هيتحرك، لكن للاسف اتضح انه حقيقه. البعض كان متوقع ان جوزها الاماراتي اللي قالت انها اتجوزته هو اللي عمل فيها كده، لكن طبعا مش حقيقي لسبب واحد، انها ما اتجوزتش اماراتي ولا حاجه، والذهب اللي كانت لابساه كان فالص ومجرد دعايه وشغل. الغريب ان ده حصل فجاه لليلي، وقبلها كانت بتحتفل ان بنتها كملت المليون متابع وبتعمل اعلانات لمنتجات كتير كعادتها. لحد دلوقتي هي ما قالتش اللي حصل لها ده سببه ايه، هل هي علقه سخنه من حد ولا عملت حادثه، خاصه انه من فتره اغمى عليها في اللايف واتنقلت المستشفى.